السلام عليكم، معاكم عمرو مرسي، بس المرة دي مش من كلبك على ما تربيه، المرة دي من ده جي بي لوج. جي بي لوج دي هتبقى فيديو لوج او مدونة فيديو بوثق فيها الاحداث اللي انا بعدي فيها انا والتيم اللي معايا. انا رايح دلوقتي مدينتي، هقابل محمد الحسيني ومينا ملاك. محمد الحسيني ومينا ملاك بيدربوا، وانا بعتبرهم من مدرسة جديدة في التدريب، اللي هي اختلفت عن مدرسة زمان بتاعت انك تدرب الكلب بالخوف وبالغصب وبالكلام ده، لا بتدربه بالحب وبالطريقة وبالصبر وبالكلام ده كله. محمد طبعا الناس اللي متابعه صفحتنا جاروي عارفين محمد طبعا ومقالاته النارية، بيكتب حلو جدا، عنده خبرة كويسة جدا جدا في تعديل السلوك. مينا بيدرب بالحب. يعني ايه بالحب؟ يعني غير انه بيدرب الكلب نفسه لازم ان الكلب يبقى حبه وكده، لا، هو لو راح لواحد والراجل ده مش بيحب كلبه او محافظ عليه او مخلي باله منه مش بيرضى يدربه. لازم الاول صاحب الكلب يبقى هو حابب كلبه، وعلشان مينا يعرف يدربه له ويعرف يديله نفس الحب اللي مينا هيديه له. محمد عنده كلبته فريدة، هي جولدن ريتريفر، ليها قصة طويلة شوية هنشوفها معاه وهيحكي لنا عنها، سواء كان النهارده سواء كان حلقة من كلبك على ما تربيه. مينا بقى مجتهد جدا جدا، وبيسافر من محافظة لمحافظة وبيروح من مكان لمكان علشان يدرب الكلاب ويعلم صحاب الكلاب ازاي تحب كلابها وازاي تاخد بالها من كلابها. وبعد مشوار علقة من اكتوبر للناحية التانية من البلد اصلا، انا دخلت داخل دلوقتي على مدينتي. الو، ايه يا باشا، ايه الاخبار؟ يا ريت طيب الحمد لله. ايه انت فين؟ انا دخلت من مدخل اتنين دلوقتي. اتنين؟ ماشي تمام. تبعت لي اللوكيشن؟ ابعتهولك حالا. خلاص تمام ماشي، انا هتحرك عليكم. يعني بعت اللوكيشن هتحرك عليك حبيبي. اللوكيشن وصل لك. ماشي خلاص حبيبي، يلا ماشي، مع السلامه. سلام. وبعد مشوار طويل من اكتوبر لمدينتي معايا محمد الحسيني ومينا ملاك. محمد زي ما قلت لكم طبعا هو ومينا من الناس المدربين الشاطرين جدا في مصر. هنقعد بقى نتكلم معاهم وهنشوف افكارهم ايه، وهيجاوبوا على تسالات اي حد بيربي كلاب وبيبقى عنده اسئله شائعه او اسئله محيره. يلا بينا. دلوقتي انتوا الاثنين بتدربوا تمام، ومن فتره مش كبيره قوي، فتره مش كبيره عملتوا اسم وبقت ناس فعلا بتجيلكم بالاسم تمام، وبقيت انا واحد عن نفسي قبل ما اتعرف عليكم شخصيا كنت متابعكم، يعني كنت يعني بدور على الفيديو، يعني بشوف الفيديوهات بتاعتكم وكده. زي مينا مؤخرا كان بدا يحط فيديوهات انا كنت شايفها، انت مقالاتك طبعا ومقالاتك عندنا طبعا مولعه الدنيا تمام. فانا عايز اعرف ايه اشمعنى اتجهتوا لموضوع التدريب ده؟ انا اللي انا شفته في حياتي من كيسز كتيره من حالات كتيره، الناس بيبقى بالنسبه لك الكلب ده دبدوب بس بيتحرك، حط له اكل وميه والموضوع انتهى. ما بنبقاش فاهمين كونسبت ان هو كائن حي وعنده ادراك وعنده قرارات وعنده اختيارات. فبجيب الكلب بعدها بتفاجئ ان هو دي شخصيه عندي في البيت، سواء بيقطع سواء بيهوهو سواء بيفرح وانا موجود او بيتضايق ايا مكان. فانت بتحتاج تقاوم الشخصيه دي، انت بتربيه كانك بتربي طفل بالظبط، علشان حياتك معاه ما تكونش جحيم، علشان حياتك تبقى سلسه وفعلا ينفع يكون فرد من افراد الاسره عندك. فالبدايه كانت مع بسيوني، جبت بسيوني لمراتي هديه لما كنا مخطوبين ساعتها تمام، وما خدش اي نوع من انواع الرعايه ولا الاهتمام ولا التربيه ولا اي حاجه. لما وصل عنده سنه اكتشفت مشاكل كتير عند بسيوني، مشاكل عدوانيه، عض ودومينيشن وسيطره علينا في البيت، هوا كتير، هجوم على اي ضيف بيجي مع انه هو كلب صغير، كلب جريفون تمام. فبعدها والدي توفى، فضل بسيوني موجود، والدي توفى، فقررت ان انا اجيب كلب في البيت علشان يخرج امي واختي والاسره يعني من حاله الحزن الشديده اللي كانت حاصله. فجبت فريده.
فتعبت جالها بارفو. تاني يوم ليها عندي في البيت ظهر عليها اعراض البارفو، فابتدينا ناخد بقى قصه العلاج. عانيت مع فريده والحمد لله عدت القصه دي، وطلبت ان انا ادربها، وابتديت بقى اسال على المدربين. فلما كنت بقعد اتكلم مع الناس، انا ما عنديش اي اكسبيرينس، بس انا شايف ان الموضوع مش، انا مش مقتنع بالواي اللي انت بتقولها او بالطريقه اللي انت بتتكلم بيها. فكره ان الكلب يكون عسكري عندك ويتدرب بخناقه، يتدرب بحزم، لازم عشان تقول له الكوماند او تقول له الامر ما تقولوش ست زي ما احنا بنتكلم، لا ده هو ليه فويس تونالتي تانية. فابتديت اقرا بقى واذاكر وافهم بيهيفير وافهم الكلاب بتفكر ازاي، واطبق على فريده، اتعلم واطبق على فريده، لحد ما وصل في لحظه كده ان كل اللي بيشوف فريده، انت مدربها فين، مدربها فين، مدربها فين، فانا اللي مدربها. لما اقعد مع ترينرز او مدربين، المفروض ان هم ناس بقى لهم كتير، بقى في ناس كان بيبقى بقى لهم 15 سنه، لما نقعد نتناقش في اي حاجه تخص السلوك، بلاقي ان هو الاساسيات اصلا مش عنده، انت مش فاهم السيكونس بتاع تفكيره، هو حافظ حركات معينه بيعملها والسلام عليكم بالظبط. فابتديت بقى اساعد في حالات التدريب اللي بيبقى فيها مشاكل بتعود على الكلب، يعني زي ما كنت بقول لك كده من شويه، مثلا الكلب بيحتاج ان هو ياخد علاج كل يوم، فبيطلع عين اصحابه ويطلع يجري منهم ويهوهو ويعض ومش عارف ايه، لا ده لازم ندربه ازاي ياخد العلاج علشان العمليه ما تبقاش مرهقه، علشان مصلحه الكلب في النهايه. بس وابتدى الموضوع بقى يمشي واحده واحده كده، وابتديت اقابل كيسز كتير. كان اغلبها بيبقى الكلاب الاجريسيف، الكلاب اللي عندها عدوانيه، سواء الموضوع نابع من السيطره او نابع من الخوف، وده مشهور كتير، وتقريبا 90% من حالات الكلاب اللي بتعض وبتعمل مشاكل سواء مع اهل البيت او الناس الغريبه، يا اما بيبقى خايف يا اما بيبقى مسيطر. في كلاب كتيره بتجيلي بيبقى الكلب خد تدريب مثلا مرتين او ثلاثه قبل كده عند ناس مختلفين، بيجيلي كلب مثلا اتدرب بالخناقه واتدرب بالتريتس واتدرب بالكره واتدرب بالزعيق واتدرب بالضرب واتدرب بالليش واتدرب بكل حاجه، فبتحتاج بقى انك تاهله من اول وجديد اصلا. يعني مينا بقى احكي لنا بقى فوبيا، يعني انا فوبيا هي بدات معاك انت فوبيا فوبيا من الكلاب من كل حاجه يعني من وانا صغير تمام كانش فيه ينفع ان انا اشوف كلب في الشارع، انا خارج رايح درس رايح مكان، لا انا مش طالع خلاص كده قفل اليوم. ما كنتش بروح اصلي بسبب الكلاب اساسا مفيش لا مفيش طريق كله كلاب. فطبعا زي ما قلت لك في الشرقيه عندنا النوعيه بتاعت الناس اللي هي عايز كلب كده بيموت، كلب شرس، كلب مش عارف ايه، وهم مش فاهمين اساسا هم بيتعاملوا مع ايه. انا مش عايز كلب اربيه. فواحد صاحبي عزمني قال لي تعالى عندي ومش عارف ايه ونقعد شويه، قلت له ماشي. ففوجئت ان هو دخلني المكان اللي فيه الكلب بتاعه ومعانا واحد صاحبي تاني، هم اقرب اتنين ليا. فلا احنا هندخله على الكلب وهنحببه في الكلب، مش بالاسلوب ده، ان واحد يكتفني والتاني يجيب الكلب عليا ده كده بيخوفني يعني مفيهاش. فانا يعني وقفت مع نفسي شويه، ليه؟ طب ليه انا ما جربش؟ ليه انا مع نفسي؟ فاضطريت ان انا نزلت اشتريت كلب صغير، يعني حتى كنت حاطه في كرتونه وراجع بيه، ما معيش بوكس والكلام ده كله، فاخدته عندي البيت. انا كنت خايف احط ايدي على راسه ولسه جاره 45 يوم. فطبعا انا قبليها بمده قعدت اقرا كتير ازاي ان انا اتعامل مع الكائن ده، الكائن ده مش هيأذيني ليه؟ طب امتى يأذيني؟ طب انا اتعامل معاه بسلوك صح ازاي؟ طب اعمل له ايه عشان يحبني؟ فابتديت ان انا واحده واحده، يعني اول يوم غير تاني يوم مع الجارو ده، بعد كده ابتديت لا انا عايزه يسمع كلامي، في عض، طب ماشي هفتح اليوتيوب وجوجل وهقرا شوف ناس شوف ده بيعمل ايه. واحده واحده وصلت ان انا دربت بيلا، يعني وصلت معاه المجهود رائع. بعد كده ابتديت ان انا اقابل كلاب كتير، لقيت ان فكره الكلاب في مصر بالذات هو ما بيتعاملش مع شخصيه، هو فاكر ان ده حيوان انا جايبه اكله واشربه عشان يتجوز ويجيب لي فلوس. طب انا ليه هتعامل كده؟ وابتديت ان انا اخش ان انا اتعامل مع الكلاب على اساس ان هو كائن قدامي بني ادم شخصيه شخص بني ادم تمام. في ناس بتقول عليا مجنون عشان بقعد اتكلم معاهم، كلنا مجانين في ناس بتقول كده، لا في ناس بتقول انا مجنون ان انا قاعد اتكلم مع الكلب، يعني انا ما بعاقبش الكلب بضرب، انا بعاقب الكلب بالكلام، بحسه بيفهمني جدا، بيحس بتون ان انت متضايق جدا وممكن من نظره عين يزعل وينزل تحت في الارض، اللي هو انا عارف ان انا غلط. طبعا زي ما قلت لك ان طبيعه الناس اللي بتعامل معاها اللي هي ابني مش كلبي، مش جايب كلبي ياكل ويشرب ويخلف وخلاص، لا هو
ده معايا ملازم ليا، وانا حتى جايب كلب يتمنظر بيه يعني. بالظبط كده، في وقت الشو والكلام ده كله هو ابني برضه، بس بيشرفني في المكان اللي هو رايح فيه. في الناس التانية اللي هو لأ أنا هضربه وهعاقبه عشان يعمل اللي أنا عايزه، بس هو كده بيخليه يعند أكتر، بيزود المشكلة. طبعا الناس اللي معتبرها ابنها، أنا بفضل إن أنا أدرب معاهم أو أدرب لهم كلابهم، لأن هنا الكلب بيوصل في ليفل إن هو خلاص فهم صاحبه، مش محتاج أصلا يعني، ممكن الكلب ما يتدربش. أنت تفضل إن هو يبقى عايش مع صاحبه. بالظبط، هو في متابعة 24 ساعة. هو لو معاشره كلب هيفهمه من غير تدريب تماما. لا عكس الناس اللي هو لا انا هروح ادرب والكلب قاعد في الروف، انا برجع من الشغل الساعه 12 بالليل احط له اكل انزل اكل وانام واصحى للشغل الصبح. انت هنا كلبك عارفك منين؟ هو عارفك من الاكل كده. انت حبيت ان انت يبقى عندك كلب؟ لا، دي الثقافه الغلط في مصر. وحاجه صح. كمان بقى لما تيجي مثلا كلب زي ده تدخله على بيت عادي عادي خالص عادي. لما تيجي كلب زي ده تدخله على بيت تلاقيه عمال يتنطط في البيت ويقطع كل حاجه ويبوظ كل حاجه، لان هو محروم. زي بنشوفها بقى بالعكس تماما، لو كلب عايش في بيت وتيجي تنزله الشارع تلاقيه هايبر في الشارع وعايز يجري هنا ويجري ورا العكس يعني العكس يعني هو خلاص اتعود على البيت. فانت لما تجيب الكلب وتحبسه في البلكونه او تحبسه في الجنينه او تحبسه فوق الروف مثلا، وتيجي تقول انا نفسي انزله في البيت بس بينزل بيقطع وبيكسر ومش عارف ايه، ممكن اسهل حل اقوله لك معلش انزل الكلب 3 ايام السحم اللي هيعمله ده، بعد كده خلاص هو هيهدى، هيبقى خد زهوة المكان وزهوة المكان الجديد والحاجات اللي مخليها اكسايتد اكتر ليه. تمام، بس ماشي كده يا جماعه، دي قصه حسيني ومينا. طبعا ان شاء الله بقى الفتره الجايه هتتابعوهم على الفيسبوك واليوتيوب معانا، هينزل لهم كبسولات تمام او معلومات عن التربيه. بس كده يلا، السلام عليكم. وبكده انتهى اول فيديو من جي بي لوج، اتمنى ان هو يكون عجبكم. عايز اسمع رايكم تحت، واللي مش عمل سبسكرايب لسه يعمل سبسكرايب، علشان الفتره الجايه هيبقى في شويه برامج ازيد، هيبقى في عرض لماتيريال اكتر، اتمنى ان هي تعجبكم. وقول لي رايكم تاني في الجي بي لوج، ونتقابل في لوج جديد. يلا سلام عليكم.